ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. كشفت جريدة الإسبانيول أن السلطات المغربية طالبت السفير الإسباني بالمغرب بمغادرة البلاد، وذلك في ظل الأزمة السياسية غير المسبوقة بين البلدين. الصحيفة ذاتها أكدت على أنه تمت دعوة السفير الإسباني للمغادرة، وذلك لإجراء استثنائي في العلاقات الدبلوماسية، لكنه لا يعني ضمنيا إغلاق السفارة أو القطع الكامل للعلاقات. وجدير بالذكر أن وزارة الخارجية المغربية في بيانها الأخير قالت إن المغرب ليس لديه مشكلة مع المواطنين الإسبان والعاملين الاقتصاديين والفاعلين الثقافيين والسياح الذين يتم استقبالهم بشكل جيد كأصدقاء وجيران في البلاد. ويشار إلى أن الأزمة الأخيرة بين البلدين اندلعت منذ استقبال إسبانيا لزعيم ميليشيات البوليساريو إبراهيم غالي، مما اعتبره المغرب تواطؤاً لإسبانيا مع أعدائه ومسٌ بسيادته. نشكركم على حسن الإصغاء. إذا أعجبك الفيديو المرجو الضغط على زر الإعجاب.